جماعة معانا رانيا يوسف في مؤتمر واحدة تانية. أنا بسأل حضرتك عشان تنجم. زعلانة طبعاً، زعلانة إن هي ما اتكرمتش في المؤتمر. هي مؤخرتي أنا بس، مؤخرة الفنانات كلهم تقريباً. واليوم أنتِ يعني مو للفنانات. مؤخرتي مميزة يمكن عشان كده. يبقى عندك حاجة حلوة، ليه ما تظهرهاش؟ وعيب قوي قوي خالص، عيب قوي حد يسأل حد على حاجة شخصية. لن يعود عادل إمام لجمهوره ولن يقدم عمل جديد لأنه لا هو الآن يعاني من أعراض زهايمر. يعني أستاذ محمد الباز ده راجل إعلامي كبير يعني. طب تحرر من الخبر، تحرر قول حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. حبيت ابدا مع حضراتكم الحلقه النهارده ببيت الشعر ده للشاعر الكبير احمد شوقي، لان للاسف اللي بيحصل على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا من بعض نجوم الفن هو سقطه اخلاقيه بمعنى الكلمه ولازم التصدي ليها. اول خبر هنتكلم فيه مع حضراتكم في حلقه النهارده وهو عن طرد الفنان محمد رمضان من اسكندريه، وفي نفس التوقيت نلاقي واحده زي رانيا يوسف بتطرد من احد المهرجانات، او بمعنى اصح سابت المهرجان ومشيت عشان قال ايه ما اتكرمتش. وامبارح كمان ظهرت الفنانه سماح انور في احد اللقاءات التلفزيونيه واتكلمت تحديدا عن ابنها من الراحل سمير صبري. مش بس كده، احرجت المذيع على الهوا. وما ينفعش تعدي حلقه النهارده من غير ما اتكلم مع حضراتكم عن الاخبار المتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن اصابه عادل امام بمرض الزهايمر. والمشكله تحديدا هنا يا جماعه ان التصريحات دي طالعه من برامج تلفزيونيه مش من مواقع اخباريه او على مواقع التواصل الاجتماعي. طب هل الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ الفنان عادل امام مريض ولا مش مريض؟ كل الكلام ده هنتكلم مع حضراتكم فيه في حلقه النهارده. عشان ما اطولش على حضراتكم يلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نبدا الكلام. اول خبر هتكلم فيه مع حضراتكم في حلقه النهارده وهو بخصوص الفنانه رانيا يوسف. رانيا يوسف كانت رايحه احد المؤتمرات او المهرجانات وبدون اي مقدمات في نص المهرجان تسيب المهرجان وتمشي، وكانت وهي خارجه منفعله جدا. ما عنديش حاجه اقولها يا جماعه، ببساطة كده رانيا يوسف كانت رايحة عشان تاخد الشو زيها زي كتير من نجوم الفن، فلما ما كرموهاش في المهرجان ده انفعلت. ازاي رانيا يوسف بجلالة قدرها تيجي مهرجان وما تتكرمش؟ فسبت المهرجان وخرجت منفعلة. بس السؤال هنا اللي عايز اوجهه لرانيا يوسف، هو ايه الاعمال الفنية الجميلة اللي انت فدتي بيها المجتمع سواء المصري او العربي عشان تتكرمي في اي مهرجان؟ ولكن مؤخرتك بارزه جدا للجمهور. هي مؤخرتي انا بس، مؤخره الفنانات كلهم تقريبا. مو اليوم انت يعني مو للفنانات. مؤخرتي مميزه يمكن عشان كده. ومن وجهه نظري في الوسط الفني فنانين بيقدموا رساله وبيقدموا فن هادف، وهم دي الناس اللي المفروض تتكرم مش رانيا يوسف. نيجي بقى للخبر اللي بعد كده معانا في حلقه النهارده وهو بخصوص الفنانه سماح انور واللقاء التلفزيوني اللي عملته امبارح مع الاعلاميه ياسمين عز. ياسمين عز وجهت سؤال مباشر للفنانه سماح انور، وكانت بتسألها عن ابنها وتحديدا ابنها اللي كانت انتشرت اخبار في الفترة الاخيرة ان هو ابن الفنان الراحل سمير صبري. هنا بقى قبل ما ياسمين عايز توجه السؤال لسماح انور، بدأت سماح انور تنفعل وتقول ان دي حياة شخصية ومش من حق اي حد اللي هو يتكلم فيها، وحطت الاعلامية ياسمين عايزة في موقف محرج جدا لانها حتى ما لحقتش اللي هي تكمل سؤالها. عيب قوي حد يسأل حد على حاجة شخصية، والله العظيم عيب عيب. صح جاي حضرتك، انا ما سالني اصل لا حاسه ان انا في موضع احنا بنتكلم. طيب زي ما حضراتكم شفتوا كده ده رد فعل سماح انور على السؤال اللي توجه لها. طب هل ابنها ده فعلا من سمير صبري ولا لا؟ لا يعلم الغيب الا الله، لكن المكير محمد عشوب كان طلع قبل كده في احد اللقاءات التلفزيونيه وقال ان سمير صبري ليه ابن من فنانه مشهوره. وفي جنازه الفنان الراحل سمير صبري اكيد حضراتكم تتذكروا انهيار سماح انور، لكن محاولة هروب سماح انور من الرد على سؤال زي ده بيطرح تساؤلات كتير. اعتقد اللي هي لو عايزة تنهي الجدل في الموضوع ده كانت ردت يا يا لا. وفي نفس التوقيت بقى نلاقي محمد رمضان بينزل على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك ان هو هيعمل حفلة في اسكندرية، وبمجرد نشر البوست ده بدأت كل مواقع التواصل الاجتماعي او الصفحات اللي من داخل اسكندرية تقول لك احنا مش عايزين محمد رمضان في اسكندرية، وينزلوا بوستات لبوسترات الدعاية بتاعت محمد رمضان ومعمول عليها اكس ويقول اللي هو غير مرحب بيه في اسكندرية. طب تفتكروا حضراتكم ليه اهل اسكندرية عملوا موقف زي ده، وهل معهم حق ولا معهمش حق؟ قبل ما نقول السبب في الموضوع ده لازم اوجه رسالة شكر لكل اهلي واخواتي من اسكندرية، لان الموقف اللي انتوا عملتوه ده هو اول تصدي لمحمد رمضان على الفن اللي هو بيقدمه. محمد رمضان فنان ناجح، فنان ناجح، لكن في بعض الاعمال الدرامية والاعمال الفنية بيقدمها بتضر بالمجتمع وبتنشر البلطجة، واكيد حضراتكم شايفين الشباب قد ايه متأثر بمحمد رمضان. فلو محمد رمضان هيقدم فن ممكن من خلاله
يفيد المجتمع كلنا هنرفع له القبعة، لكن لما يقدم فن يضر بالمجتمع المصري والعربي أظن الرسالة وصلتك يا محمد من كتير من الدول العربية وآخرهم أهلنا في اسكندرية، فحاول تراجع نفسك واختار الأدوار اللي انت بتقدمها. نيجي بقى لآخر خبر معنا في حلقة النهاردة وبخصوص الفنان عادل إمام. أكيد حضراتكم عارفين طول الفترة اللي فاتت أخبار كتيرة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن تدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام. امبارح بقى لقينا أحد البرامج التلفزيونية بتقول إن عادل إمام مصاب بمرض الزهايمر وإن هو مش هيقدر يظهر في أي عمل فني طول الفترة اللي جاية. وأنا عايز أقول لحضراتكم إنه من مقربين راحوا لعادل إمام في الفترات الأخيرة إنه الحالة الصحية له لا تسمح أبداً، مش بس بمجرد الوقوف على أمام الكاميرا، لا هو الآن يعاني من أعراض زهايمر. الكبر في السن مش عيب ولا المرض عيب. علشان يطلع أخو الفنان عادل إمام ويرد برضه على مواقع التواصل الاجتماعي ويقول إن الكلام ده ليس له أي أساس من الصحة وما ينفعش الكلام ده يتقال في برنامج تلفزيوني وده مش من المهنية الإعلامية. لو عادل إمام في مستشفى، لو عادل إمام تعب، مش مصر، العالم كله هيعرف. وليه الأستاذ يعني أستاذ محمد البز ده راجل إعلامي كبير يعني. طب تحرق من الخبر، تحرق، قول حاجة. عموما يا استاذ عمرو، ولو في حاجه انت هتعرف شخصيا وربنا يديله الصحه، ده الناس تتمنى لعادل امام الصحه يعني. بس انت برضو ما جاوبتناش، هل عادل امام فعلا بيمر بازمه صحيه ولا لا؟ ببساطه كده يا جماعه، عادل امام عنده 82 سنه واكيد اي حد في سنه بيبقى عنده امراض الشيخوخه، وارد جدا يكون عنده مرض زهايمر او اي امراض من امراض الشيخوخه. فمن وجهه نظري اللي مش عيب ان لو هو مريض يطلع يطمن جمهوره، مش مريض برضو هو بنفسه اللي يطلع ويقول انا كويس وبصحة جيدة. لكن عادل امام طول الفترة اللي فاتت مختفي عن عدسات الكاميرات وما بيظهرش حتى في مداخلات تليفونية، وده اللي بيطرح تساؤلات كتير على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن وجهة نظري ان ده امر مشروع ان الجمهور يطمن عليه. اتمنى نشوف الفنان عادل امام في اقرب فرصة، يا اما في مداخلة تليفونية او في ظهور اعلامي. وده كان اخر خبر معنا في حلقة النهاردة، وبشكر كل الناس اللي وصلت معايا في مقطع الفيديو لحد الدقيقة دي، وبطلب من حضراتكم تشاركوني برأيكم في الكومنتات. تعليق حضراتكم ايه على خروج رانيا يوسف من المهرجان قبل ما ينتهي بحجة عدم تكريمه؟ وهل فعلا الفنانة رانيا يوسف ومحمد رمضان يستحقوا التكريم ولا لا؟ ياريت حضراتكم تشاركوني برأيكم في الكومنتات وهقرأ كل الكومنتات وهرد على حضراتكم. والحد هنا خلصت حلقتنا، ياريت لو المحتوى بتاعنا عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كان معاكم اسلام ناجي مستر ترند، يلا سلام وسلام مش ختام.